الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا الإشار أدلت وإذا الرؤوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السوق نصرت وإذا السماء كسطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنيين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تسلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من راهق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكهين فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويصلون سعيرا وينقلب إلى أهله مسرورا
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويصلون فسوف يدعو صبورا ويصلون سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يبور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وشق والقمر إذا اتسق فما لهم لا يؤمن تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون للذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤمنون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود شاهد ومسكود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن مشهد ربك لشديد إنه هو يبرئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لمن يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه يكيدون كيدا إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه يكيدون كيدا وكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسره لليسرى فذكر إنما أنت مذكر لست عليك فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توسرون في الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الخاصية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تسلى النار حانية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مسفوقة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلا الإبل كيف خلقت
خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها فألهمها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الدبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أشقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا هو الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله هو أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولا والحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا هو أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر
لغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Ayo kita merapat, kita khidmat sejenak karena kita akan melantunkan doa khatmil Quran ya. Coba kita khidmat sejenak ya, anak-anak juga duduk ya yang rapi semuanya. Semoga doa dan hajat kita semua diaminkan oleh malaikat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Merapat ke sini ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sejak sore kemarin kita memulai pembacaan Al-Quran oleh para santri, para ustadz dan ustazah di pesantren Tahfizul Quran Kafa Al-Munzirin dengan harapan semoga turun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah barusan saja kita menghatamkan Al-Quran. Semoga kebaikan-kebaikan dari setiap huruf, setiap ayat, setiap surat, setiap juz daripada Al-Quran itu mengalirkan kebaikan dan diberikan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu ajru hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran baginya kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Kebaikan daripada kita membaca Al-Quran itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. La aqulu alif lam mim harf walakin harf wa mim harf. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, walakin alif itu satu huruf. Alif lam itu sudah 3 huruf, jadi 3 huruf dari alif lam yang kita baca mengalirkan 30 kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menghatamkan ribuan huruf, 114 surat, 30 juz, 6236 ayat kita baca, kita hatamkan sejak dari sore kemarin sampai menjelang zuhur ini. Semoga kebaikan itu Allah turunkan kepada kita, kepada semua hamba-hambanya, khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang aman, selamat, sejahtera, jauh dari fitnah, fitnah dajjal, diberikan kesehatan untuk bangsa kita, untuk umat Nabi Muhammad SAW, terkhusus bagi para
saudara-saudari kita yang menitipkan hajatnya dalam acara khataman Al-Quran ini. Hajat dan keinginannya Allah kabulkan. Yang menginginkan keturunan Allah segerakan. Yang memiliki permasalahan Allah berikan jalan keluarnya. Yang menginginkan rezeki Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah dan berlimpah. Semua para donatur, hamba-hamba Allah yang terlibat dalam acara Tumil Al-Quran ini, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menginginkan menikah, Allah berikan pasangan yang terbaik menurut pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki hutang piutang, Allah segera lunaskan. Yang sakit, Allah sembuhkan. Mari kita sama-sama mengaminkan doa khutmil Al-Quran ini. Insya Allah, Allah akan mengijabah doa dan keinginan kita semuanya. Astaghfirullahalazim. 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 Nastaghfirullahalazim. Li wali walidayya wali ashabil huquqi wal jibati alayya wa masyaikhi wa ahli wa auladi wa zurriyati wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ala hadhin niyyah wa ala kullin salihah. Al Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبركة وبعد الممات اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا 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 ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بالهدى ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن